في الحقيقة جريمة هي مش في مصر، هي بعيدة عننا خالص، ولكن أنا لما يعني شفتها وقريت عنها حبيت إن أنا أشاركها مع حضراتكم علشان تشوفوا الناس واصلة لإيه في العالم، لأنه الحقيقة دي جريمة عاملة صدمة في العالم كله، عاملة قلبان على كل مواقع التواصل الاجتماعي في الدنيا كلها، عاملة قلبان على كل المواقع الإخبارية. الجريمة فيها كل أنواع الموبقات والخسة وانعدام الرحمة اللي ممكن نعرفهم، فيها مخدرات، فيها علاقات مشبوهة، فيها اغتصاب، فيها تجرد من الأمومة. الحقيقة جريمة صعبة جدا، أنا بعرضها بصراحة وأنا قلبي وجعني، لكن إحنا لازم نعرف ونبين نهاية السكة دي إيه، ونعرف إيه اللي بيحصل في العالم، ونعرف نهاية طريق المخدرات إيه. القصة وما فيها إنه السلطات القضائية في باراجواي، الدولة اللاتينية اللي بتعاني من سنين طويلة من المخدرات والفساد، كشفت عن إنه في أم عندها، هي أم بس هي مش أم بجد والله لما تعرفوا القصة، هي ست عندها 42 سنة. عملت إيه الست دي؟ باعت بنتها لتاجر مخدرات، باعت الست بنتها لتاجر مخدرات مقابل جرعة كوكايين ب 10 جنيه استرليني، ادتها له كده، والراجل خدها ومشي قدامها، وهي خدت جرعة الكوكايين وراحت في العالم القذر بتاع اللاوعي بتاعها. تخيلوا، الأم اسمها أو الست، أنا مش هقول تاني الأم لأن دي مش أم ولا تعرف ولا شمت معنى الأمومة، اسمها أوريليا سالينس، وبنتها اسمها لويز مايدا. بنتها عندها كام سنة يا جماعة؟ 3 سنين. لو شفتوا حضراتكم مشهد تاجر المخدرات صديق الست دي وهو واخد البنت وماشي، والبنت بتخبط على ظهره وهو بيضربها عشان تسكت، واللي المفروض انها امها شايفه وعادي، مشهد فظيع ابليس نفسه ما يعرفش يكتبه. المصيبه ما كانتش في بيع الطفله ولا في الزفت المخدرات اللي اتباعت بيها، الجريمة البشعة بقى الأكتر إنه تاجر المخدرات اغتصب الطفلة اللي عمرها 3 سنين وقتلها. والموضوع اتعرف لما جيران المتهم لقوا جثة الطفلة في بيت مهجور مرمي عليها قميص وظاهر عليها أثر الاغتصاب. الأسوأ من كده إنه تاجر المخدرات القاتل خنق الطفلة، ولما شافوا المنظر كانوا يعني عايزين يقتلوا الست دي اللي اسمها امها بالضرب، يعني يفضلوا يضربوها لغايه ما يقتلوها، لكن الشرطه لحقت قبضت عليها وعلى تاجر المخدرات القاتل، ويعني يصدروا بكده الستار عن جريمه من ابشع الجرائم اللي ممكن نسمع عنها. للاسف بعض الدول في امريكا اللاتينيه ما فيهاش عقوبه الاعدام، لكن جريمه بشعه زي دي بصراحه لازم الاتنين يتعدموا فيها وفي ميدان عام. يعني أتمنى يكون الإعدام مطبق في باراجواي، لأنه الأم اللي باعت طفلتها مقابل جرعة مخدرات ب 10 جنيه استرليني، أو هذا التاجر الحقير اللي ارتكب الجريمة البشعة، الاتنين دول نموذج فاسد جدا لنهاية طريق المخدرات. عايز أقول لكم إنه الجريمة دي شغلة العالم كله وعاملة حالة من التقزز والرعب والفزع. معقول يوصل قلب الست دي انها تبيع بنتها ب 10 جنيه استرليني جرعة مخدرات، جرعة كوكايين، الراجل تاجر المخدرات ياخد بنتها اللي عندها 3 سنين قدامها والبنت بتعيط وتصرخ وتبص لامها وتضرب في الراجل، والراجل يضربها ويغتصبها ويخنقها ويقتلها، والام ما عندهاش اي مشكله، هي في عالم تاني اصلا. حاجه فعلا حقيره جدا، مش يعني الواحد مش مصدق، يعني انا ما شفتها والله، كنت فاكره ان دي قصه فيلم الاول لغايه ما اتاكدت لا ده بجد، دي جريمه حصلت بجد. طيب